شيخنا تكلم عليه. تفضل. المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا لم تستحي أصنع ما شئت. إنما ما هذا ليس معناه إنه بيقول لك يعني روح يعني سوي اللي تسوي، إنما معناه مثل ما يقول لك والدك أو معلمك: ذاكر ولا ما ذاكر بكيفك. هل معناه إنه بيقول لك لا تذاكر؟ حث يا شيخنا. حث على إيش؟ على المذاكرة. إيه خلاص هو هذا. النبي بيقول خلاص إن لم تستحي إن لم تقدر دائرة الليالي فافعل ما تشاء. فلذلك هذا هو المقصود بها: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من القبيح. عشان كده قلنا تعريف الحياء هو خلق يمنع الإنسان من القبائح. فإذا نزع عنه الحياء فيرى الأمور كلها أنها إيش؟ أنها سواء. فالنبي أخرج هذا الكلام مخرج الزجر في اللغة، كما هو معلوم أن الإنسان اللي ما عنده حياء خلاص لا شيء يحجزه، لا شيء يحجزه. نعم. ولذلك القاع نبي لما ذكر له الحديث من شعبة ملأ قلبه شدوخا، وهو اللي يعني كان عيارا وحق فلة وحق كذا، ففهم اللغة فأرجع السكين إلى ثوبه وذهب تائبا وأصبح محدثا بعد ذلك رحمه الله. تعال.